مصنعية الذهب أكتر حاجة بتهم الناس، سواء هيشتروا ذهب أو هيبيعوا ذهب، خاصة مع حالة الاستقرار الكبيرة اللي بيشهدها سوق الذهب حاليا. دلوقتي كلنا بنسأل على المصنعية، لأن المصنعية دي بتختلف من تاجر لتاجر. ولكن كان في تصريحات مهمة جدا مع جريدة الوطن للدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، واللي قال لنا على مصنعية الذهب بتتراوح من كام لكام، سواء في عيار 18 او عيار 21 او الجنيه الذهب. يعني هنقول لحضراتكم دلوقتي اقل قيمه مصنعيه التاجر هيقولها لحضرتك وانت جاي تشتري الذهب، واقصى قيمه للمصنعيه اللي حضرتك المفروض ما تدفعش اكتر من كده. معانا في مداخله هاتفيه على شاشه تلفزيون الوطن الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين للذهب. مساء الخير يا دكتور. باعتبار ان مصنعيه جرام الذهب يا دكتور او مصنعيه الجنيه او اي مشغول من المشغولات الذهبيه هي المعيار اللي بيحدد عمليه الشراء ما بين المواطن وما بين التاجر، يعني اذا اختلفوا على المصنعيه حتى وان كانت الاسعار ثابته، اذا اختلفوا على المصنعيه ما بيتمش عمليه البيع او الشراء. فحابين من حضرتك تقول لنا مصنعيه الجرام يا دكتور بتتراوح من كام لكام في اعيار الذهب المختلفه؟ هو حضرتك مصنعية جرام عيار 18 بتتراوح من 80 ل 120 جنيه، و21 ما بين 50 و70 جنيه، اما مصنعية الجنيه تتراوح من 250 ل 300 جنيه الجنيه الذهب. طيب يعني كلام حضرتك بيقول لنا ان مصنعية جرام الذهب في عيار 18 مش هتقل عن 80 جنيه، والمفروض ما ندفعش اكتر من 120 جنيه فيها. تقريبا. وبالنسبة لعيار 21 فمصنعية جرام الذهب فيه مش هتقل عن 50 جنيه ومش هتزيد عن 70 جنيه. تمام. باعتبار ان الجنيه الذهب يا دكتور هو اكتر حاجة دلوقتي عليها اقبال في الشراء من المواطنين، ده طبعا يعني ناتج من كل التقارير اللي احنا اللي بتوصل لنا من عمليات الشراء والعرض والطلب، ان كل الناس دلوقتي بتتجه لشراء الجنيه الذهب. هل مصنعية الجنيه زي ما حضرتك بتقول لي هو حاليا الجنيه الذهب مصنعيته تقارب عيار 21، عشان كده دلوقتي بقى اصبح الطلب المشغولات ال 21 تقريبا مساوي للجنيهات والسبائك، الاثنين متساويين والاثنين متقاربين في الاجر، لان اصبحت الجنيهات والسبائك ايضا اصبحت تطبق عليها ضريبه مثل المشغولات، وخاصه من السبائك لغايه 100 جرام والجنيهات. يعني الثقافة اللي كانت سائدة ان المصنعية ان الجنيه لا الكلام ده لم يعد معمولا بيه، لا الاثنين بقى زي بعض دلوقتي. ووزن الجنيه كام يا دكتور؟ الجنيه من 250 ل 300 جنيه. وزنه يا دكتور كام جنيه؟ وزنه 8 جرام. ده وزنه ثابت يعني ما يبقاش فيه جنيه اكتر من لا الجنيه ثابت ما فيش كلام طبعا 8 جرام والونصة 31.10. طب قبل ما نختم مع حضرتك يعني لو ممكن تستعرض معانا اسعار الذهب النهارده. الذهب النهارده طبعا الاسعار هديت عن امبارح، حاليا عيار 21 هيعمل حوالي 2205، وعيار 18 هيعمل 1890 جنيه. والجنيه الذهب؟ والجنيه الذهب حاليا 1780 جنيه. 17000 حضرتك تقصد؟ ايه؟ 17000 حضرتك تقصد الجنيه الذهب؟ 17000 17800. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور ناجي على تصريحات حضرتك واللي وضحت لنا فيها مصنعيه الجرام الذهب والجنيه الذهب، وزي ما استعرضنا مع حضراتكم اسعار الذهب كمان النهارده الاربع 6/9، وهنستعرضها مع حضراتكم تاني عيار 21 سعره 2205 جنيه، اما عيار 18 فسعره 1890 جنيه، ولكن الجنيه الذهب اللي هو وزنه 8 جرام سعره حوالي 17640 جنيه وبيوصل ل 17800 جنيه. عايزين نقول لحضراتكم ان كل الاسعار اللي احنا استعرضناها معاكم وقلناها بتختلف من تاجر لتاجر بسبب زي ما قلنا المصنعيه، وكمان الاسعار دي من غير ضريبه. لما نيجي نحط المصنعيه على الاسعار دي هنلاقي قيم المصنعيه اللي احنا وضحناها مع حضراتكم في بدايه نشرتنا، سواء مصنعيه عيار 18 وزي ما قلنا لكم بتتراوح من 80 ل 120 جنيه، ومصنعيه عيار 21 بتتراوح من 50 ل 70 جنيه، اما مصنعيه الجنيه ده فبتتراوح من 250 ل 300 جنيه،
وبالتالي مطلوب من حضراتكم اثناء عمليات شراء الذهب ما يتمش دفع اكتر من المبالغ اللي احنا قلناها لحضراتكم. دي كانت تفاصيل لنشرتنا الإخبارية معاكم على شاشة تلفزيون الوطن على مصنعية الذهب باعتبارها أكتر حاجة بتهم المواطنين في الوقت الحالي بسبب استقرار سوق الذهب وتزايد عمليات الشراء. استنونا في نشرات إخبارية جديدة على تلفزيون الوطن.